مشاهدينا متابعين الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع لفية الجعدان الفطايم من المشافة هي أيضا الكيلو والنصف. نتمنى التوفيق للجميع. مباشرة نبدأ مع المركز الأول ليتعرف على الشبابي وعبد الله بن مبارك بن ثاني بالرقاد الاكتبي، لكن المركز الثاني شاهين راشد بن خلفان بالعامري الاكتبي يقدم لنا شاهين. المركز الثالث تسلل بهذه اللحظات وتقدم شعارك بالقوم، وراشد بن مهير بالقوم الاكتبي يتسلل بهذه اللحظات، والأسامي تسللت من الجانب الآخر أيضا اسم مميز، والقادم بالحب مع انطلاقة أيضا شاهين حمد بن سعيد بالحب يتقدم بهذه اللحظات، وبر ربيع قادم والاسماء قادمة، ولكن وين الفوز يا بالعامري؟ وين الفوز في هذا الشوط المميز في هذا المسار المتميز؟ وأيضا الشبابي علي بن محمد بن سالم بن رشيد يقدم الشبابية، يقدم الشبابية مع المركز الأول، ولكن بالعامري خطير، بالعامري خطير مع شاهين راشد بن خلفان بالعامري الاكتبي، وبرقات مع الشبابية، مع الشبابية وسلالة الشبابية برقات. ركز عبد الله بن مبارك بن ثاني برقات. وين الفوز؟ اللحظات الأخيرة حرك بالرشيد وتحرك بالعامري وبرقات، ولكن بالرشيد، لكن بالرشيد وبالعامري مع انطلاقة شاهين والشبابية، شاهين والشبابية، الشبابي وشاهين. وين الفوز؟ وين الانتصار بالشبابية؟ الشبابية، ولكن شاهين تهانينا والناموس راشد بن خلفان بالعامري الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني العلي بن محمد بن مسالم بن رشيد، المركز الثالث عبد الله بن مبارك بن ثاني برقاد. تهانينا والناموس، التوقيت 2:13، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاعي الشبابي للمركز الاول، وسلالة الشبابي مشكور يا بن رشيد علي بن محمد بن سالم بن رشيد. تهانينا والناموس، توقيت 2:13، تهانينا والناموس.